سكن المعلمين للنائب المحترم عبد الله غمير من فريق اتحاد الحركات الشعبيه فليتفضل بشكوره. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدان الوزيرين، اخواني اخواتي النواب، من بين الحلول التي يتعين اعتمادها لتعليم التمدرس يمكن الاشاره الى اصلاح اوضاع العاملين في حقل التعليم. وبما أن ظاهرة العزوف عن الدراسة مسجلة بنسبة كبيرة في العالم القروي، فإن أهم ورش يجب أن تنكب عليه وزارة التربية الوطنية هو إيجاد مساكن لائقة للمعلمين والمعلمات، وذلك اعتبارا لكونهم يعانون معاناة كبيرة على مستوى السكن. ناهيك عن الظروف الصعبة التي يعملون فيها وتوفير حجرات دراسية كافية، وعلى سبيل المثال فرعيتي تيفوزال وبني زيد الواقعين بإقليم شفشاون دائرة ببتازة، حيث أن فرعية بني زيد يبلغ عدد التلاميذ المتمدرسين بها حوالي 223 تلميذا وتلميذة، ولا يتوفرون على حجرات دراسية كافية. ولا شك أن الانكباب على هذا المشكل من أجل حله سيحفز المعلمين على المزيد من البذل والعطاء، وسيتيح بالتالي شروط أفضل للعمل وإقبالا كبيرا للتلاميذ على التمدرس. لذا نسائلكم عن الإمكانيات والتدابير التي ستضعها الوزارة لإيجاد حلول جذرية لمشكل سكن المعلمين في العالم القروي وإيجاد حجرات دراسية كافية بالنسبة للتلاميذ. وشكرا سيد الوزير. جواب السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. أنا أشاطر ما جاء به السيد النائب من خلال سؤاله، مؤكدا على أهمية السكن في استقرار نساء ورجال التعليم العاملين بالوسط القروي. وأذكر سيد نائب بأن عدد السكنيات المتوفرة حاليا بالعالم القروي يفوق 16,000، حيث تغطي حوالي 110,000، أزيد من 100,000 و10,000 وحدة مدرسية، نسبة 70% من مجموع الوحدات المدرسية بالعالم القروي. ونعمل كذلك في إطار برنامج جديد خاص بالوحدات المدرسية الصغرى، نسميه بميكرو ساتليت إذا سمحتم السيد الرئيس، والخاصة بالدواوير المستفيدة لأول مرة من الوحدات المدرسية، مجهود تبذله وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي. لكن هذه العملية لا يمكن أن نضمن لها النجاح إلا إذا تضافرت جهود القطاعات الحكومية الأخرى بطبيعة الحال، وكذلك المؤسسات المنتخبة والجمعيات، لأن السكن لا يكفي، هناك شروط أخرى من طرق، من نقل، من حد أدنى من الأنشطة. فنحن نعمل بتنسيق مع كل المتدخلين، لا فقط لنضمن السكن ولكن ما يحيط بالسكن. شكرا سيد الرئيس. شكرا. هل من معقب من فريق اتحاد الحركات الشعبية؟ شكرا سيد الوزير، ولكن اللي جعلنا باش نطرحوا هذا السؤال سيد الوزير، أغلب ما في المعلمين العرضيين توجدوا في إقليم شفشاون، ولهذا هما واحدين براسهم، والتلامذ ولاد المنطقة تاهما واحدين براسهم، وبالتالي ما كيلقاو لا باش يكرو ولا باش يركبوا ولا باش يعيشوا هذوك المعلمين من نفسهم. ولهذا كنطلب منكم السيد الوزير أول وكل شيء تسوية الوضعية ديال ديك المعلمين العرضيين، باش يمكن يعطوا واحدة النتيجة هما باش يرتاحوا معاهم ولاد ديك المنطقة، لان اصعب منطقه في الاقليم وهو الاقليم في الاقاليم المملكه هو اقليم شفشاون كنظن.
وبالتالي على ما كنشاهدوا بان الاكاديميه بالنسبه لجهه تطوان طنجة الشاون المندوب ديالكم بالنسبه لاقليم الشاون اصبح بعيد كل البعد من الصفقات، ولهذا كاين تاخير كبير بالنسبه لمارشي اللي تعطوا. شكرا سيد الرئيس والسلام عليكم. شكرا.